الرأسمالية اللي حضرتك قلتها، بس احنا بقى الإجابة بإن احنا عندنا مشروعات. تمام. في برضو الشركة بتقوم ببعض المشروعات التانية، برضو عندنا مشروعين بيتم تنفيذهم في الوقت الحالي. مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة قدرة 650 ميجا وات، ده هيتم افتتاحه وتشغيله، تشغيل تجاري بقى في أول 2019، في يناير 2019 بدأ التنفيذ فعلا. بدأنا التعاقد على مع الشركات على التربينة والغلاية. التربينة خدتها شركة دوسان الكورية، الغلاية خدتها شركة انصار الإيطالية. الأعمال المدنية متوقع حسن علام يعني إن شاء الله برضو اللي هياخدها، وماشيين في التعاقدات مع الحزم التانية بتاعت المشروع، لأن ده المشروع بتاع غرب القاهرة ده بيتم بنظام الحزم، بيبقى فيه 16 حزمة، بيبقى كل حزمة بنعمل إعلان عنها وبعدين تيجي شركات ونعمل فحص وتحليل وبعدين نرسى على الشركة المقبولة فنية واللي تكون أرخص سعر. بدأ التنفيذ فعلا دلوقتي في الموقع، بتجهيز الموقع، عملية تجهيز الموقع بتتم، وبعد كده هينزل العمل المدنية وبعدين نبدأ نكمل على طول شغل بتاعنا، بحيث أول يناير 2019 تكون على الشبكة اللي هي الوحدة دي. في مشروع تاني اللي هو بتاع 6 أكتوبر، بنحول 4 وحدات غازية من حيث محطة 6 أكتوبر، بنحول مدورة مركبة، فده برضو ده بس ده نظام تسليم مفتاح، يعني المشروع ده مختلف عن مشروع غرب القاهرة، ده بنظام تسليم مفتاح، وده أسند لشركة انصاردو الإيطالية، والشركة دلوقتي بدأت التنفيذ يعني في الموقع، بحيث متوقع أن يشتغل وحدة بخارية هتضاف للمحطة هناك 326 ميجا، دي هتضاف في شهر أكتوبر 2018 اللي هي الوحدة، وتبقى كومباين سايكل بدل ما كانت تبقى دورة مركبة محطة 6 أكتوبر، بدل ما هي كانت سيمبل سايكل وحدات غازية بس. فده طبعا هيوفر كمية وقود كتيرة جدا، لأن 326 ميجا وات دول هينتجوا بدون وقود لنظام كومباين سايكل. فده مشروعين كبار جدا بننفذهم في عندنا. طبعا المشروعين دولت هناخدين تمويل ذاتي من عندنا من الشركة، بالإضافة لقروض واخدينها من هيئة التمويل الدولية، يعني واخدين من البنك الإسلامي للتنمية ومن الصندوق الكويتي ومن الصندوق العربي للنمو الاقتصادي، واخدين من بنك الأهلي المصري عندنا هنا، واخدين من بنك HSBC ده لأكتوبر. الحياة التانية دي كانت محطة غرب القاهرة، وماشي المشروعين الاثنين بكفاءة عالية جدا، وإن شاء الله في موعدهم برضو هيتنفذوا. برضو التغذية للقاهرة الكبرى، انت عارف زي ما قلت لك القاهرة في نمو بيتم كل سنة بيزيد، لازم تواجه النمو ده، يكون عندك كهرباء برضو احتياطي موجودة، بحيث انك انت تغذي النمو اللي يتم يعني في الحياة دي.